بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أزول في اللوم يومتا، يعني في هذا الفيديو هذه غادي نهضر على جهة درعة تافيلات، وغادي نهضر على أكبر 10 سدود بجهة درعة تافيلات، وغادي نعطيكم معلومات. تبعوا معايا هذا الفيديو هذه حتى الاخر تاخذوا فائدة. ها هي الجهة ديالنا هنايا، ولا بغينا نهضروا على السدود اللي في هذه الجهة، ضروري غادي نهضروا على ثلاثة أحواض مائية هيدروغرافية. كاين الحوض ديال ملوية، النواحي ديال ميدلت، هنا تنهضروا على حوض ملوية. كاين حوض ديال زيز الرشيدية، تنهضروا هنا النواحي ديال الرشيدية. وكاين واحد آخر اللي هو حوض درعة، كاين في هاد النواحي ديال الورزازات، هنا كاين حوض درعة. وهاد المعلومات راه وفق أرقام ومعطيات المديرية العامة للهندسة لهندسة المياه، وزارة التجهيز والماء، يعني راه معلومات من هاد المصدر هذا. دونك غادي نشوفوا هاد السدود من الاصغر الى الاكبر، وغادي نبداو ان شاء الله. تبعوا معايا. في المرتبه 10 تيجي البراج ديال اوسيكيس باقليم تنغير، تم بناؤه سنه 1986، والسعه 1 مليون متر مكعب. طبعا يتواجد كما تشاهدون باقليم تنغير. الحوض الهيدروغرافي والدرعة، يعني حوض درعة تنغير 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 تنغير. إلا بغيتي تمشي لأوسيكيس تجي على بومال نطلع، هي تسدرات العلوي مسمرير، قبل ما توصل مسمرير كتقطع أي تنبقي. هذا هو برج أوسيكيس. اللي ما تعرفش هذا البراج، هذا راه براج هنا، ولكن للاسف الشديد قال لك 2011 صافي توحل عمر بالغيس. هذا هو براج اوسيكيس. غادي نخليكم مع واحد لا فيديو ستيت صغير ديال هذا البراج هذا. المرتبة الثانية تيجي البراج ديال أشبارو. البراج ديال أشبارو كما تتشاهدوا راه يتواجد بإقليم تنغير. الحوض الهيدروغرافي واد درعة، السعة ديالو 1 مليون متر مكعب، وتشيد ولا البناء 1986. احنا في تنغير إلا مشينا جهة تنجداد والمنمى الرشيدية تنجيو حتى لديك البراشمة ديال النيف، تنشدو طريق على النيف بحال غادي نعاود تاني للريصاني. هادي هي الطريق الريصاني، هادي احنا الطريق الريصاني هوب واش الريصاني ولا المهم ارفود، هي هادي ارفود اشبارو، براج ديال اشبارو القصر القديم. هذا هو البراج ديال اشبارو، هو هذا هو البراج ديال اشبارو، براج أشبارو في تنغير. نخليكم مع شي تصور ولا فيديو. في المرتبة الثامنة تيجي السد ديال تغدوت، وهاد السد هذا ترابيا ينتمي لإقليم ورزازات. البناء ديالو 1956، والسعة 3 ديال مليون متر مكعب،
وطبعا الحوض الهيدروغرافي ديال هاد السد هذا سي ديال واد درعا. غادي نشوفو فين جا بالضبط حتى اللي بغى يمشي يزور، راه قريب سميتها تازنخت، نشوف تازنخت وقلنا ترابيا ينتمي لي ورزازات، طريق رقم 10، طريق رقم 10 تازنخت، تازنخت هو ورزازات. في المرتبة السابعة تنجي وحنايا، ولا تنجداد، تحياتي لكم الناس هي أغبالون كردوس إيفا، تحياتي لهذا الدواور كاملين، لهذا الساكن هادو. يعني في المرتبة السابعة تيجي سد تيمقيت. سد تيمقيت البناء ديالو 2021 2023 المهم 24 غادي يكون هو هذاك، والحمد لله السعة ديالو راه 14 مليون متر مكعب. هاد السد هذا راه يتواجد بإقليم الرشيدية، الحوض الهيدروغرافي اللي هو واد زيز. الحمد لله هاد السد هذا واخا زعما تعطل في سميتو في البناء ديالو، خدا سنوات سنوات سنوات، والحمد لله اليوم راه تقريبا مصادر تقريبا 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 وصل 100%. سد تيمقيت واحد الدوار ولا واحد القصر ديال إيفغ، إيفغ تبعد تقريبا على ماركستين جداد تقريبا والله أعلم 25 حتى 30 كيلومتر. ها تين جداد ها الرشيدية، قول ميمة ها الرشيدية. نخليكم مع هاد لا فيديو هادي. في المرتبة السادسة تيجي البراج ديال تمالوت. البراج ديال تمالوت البناء ديالو 2014، السعة المائية ديالو 50 مليون متر مكعب، ترابيا يتواجد بإقليم ميدلت، والحوض الهيدروغرافي طبعا واد ملوية. هذا البراج هذا كما قلت لكم ترابيا يتواجد بإقليم ميدلت. الى مشينا هكا ديريكتومون راه غادي نخرجوا في زايده، هون زايده ما خدتوش، هون زايده هي زايده اي ثوغاش ثوغاش اي ثوغاش اي ثوغاش، وهذا اي ثوغاش هذه جايه بين تضمت اللي هي المهم طريق ميدلت، بين ميدلت وزايده. ها البراج ديال تمالوت، تمالوت املو، تمالوت تعني الظل، استمازيخت املو ظل. هادو بعض الصور ديال هاد السد ديال تمالوت، تصورو تقريبا 3 سنوات باش تصورو هاد التصور هادو، اللهم بارك. المرتبة الخامسة تيجي البراج ديال قادوسة. براج قادوسة ترابيا يتواجد بإقليم الرشيدية، الحوض الهيدروغرافي او ما كنت تشوفوا واد غير، الكميه ولا النسبه 220 مليون متر مكعب، البناء 2023، واد براج قادوسه. براج قادوسه فين تيتواجد بالضبط؟ كما قلت ترابيا راه يتواجد باقليم الرشيديه، بنيتجيت بودنيب ايت احمد حدو والرما، ها اقليم الرشيدية على اليسر، ها قادوسة، ها الرشيدية قادوسة
الرشيدية. وكان هذا البرج ديال قادوسة راه بحال قلتي نعمة، ولله الحمد، نعمة 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 على المغرب. هانتوما كتشوفوا بالأمس القريب، بالأمس القريب كانت مياه ديال وادي كير المغاربة ما تيتنفعوش بها. هاد الماء تيمشي لجارة الجزائر. احنا الى تبعنا هاد الواد هذا اوب ها بالشهر، دخلنا بالشهر، هنا راه بالشهر واد جرف، جرف التربة، جرف التربة ديال الجزائر. يعني الحمد لله احترامات الجيران، احنا بغينا خير ديالنا يبقى في خيرنا يبقى لينا. فوالا هذا هو برج قادوسة بإقليم الرشيدية الذي يحتل طبعا المرتبة الخامسة. في المركز الرابع برج تيوين. إقليميا ينتمي هذا البرج لإقليم ورزازات. السعة ديالو 270 مليون متر مكعب. السنة ديال البناء 2013. الحوض الهيدروغرافي راه ينتمي إلى واد درعا. هاد برج هذا كما تشاهدوا وقلنا راه ترابيا كينتمي للورزازات. ها فين جا بالضبط، سيزي زوين امر زكان، وهنا طريق ورزازات، ورزازات ورزازات. ها برج تيوين، برج تيوين ايت بن حدو تزن توت انسو دو سويت. هو البراج، براج تي تيوين، براج تيوين. هنا تصور ديال البراج، هاد التصويرة هادي، هادي شهر باش تصورات، هادي عام، وهاد الاخرى هادي حتى هي عام باش تصورات. في المركز الثالث تيجي البراج ديال الحسن الداخل بالرشيدية. هاد السد هذا البناء ديالو 1971، السعة 347 مليون متر مكعب. الاقليم طبعا ينتمي لاقليم الرشيدية، والحوض الهيدروغرافي واد زيز. هذا هو حسن الداخل الرشيدية، قريب من الطريق الوطنية رقم 13، يتواجد بالمدخل ديال سميتو المدخل الشرقي ديال الرشيدية. ها فين كيتواجد بالضبط حسن الداخل، ها فين كيتواجد. هذه هي الطريق الوطنية رقم 13، هذه هي المدخل ديال مدينة الرشيدية. مدينة الرشيدية، تحياتي لولاد الرشيدية كاملين، تحياتي للطلبة، تحياتي لكلشي، كلشي يتيم تغرم قصر السوق، تحياتي لكم. راه بزاف ديال الناس تيصحاب ليهم هذا ديال البرج ديال الرشيدية، هو اللي هو اللي هو الأول من حيث السعة ديالو، ولكن هيهات. وفي المركز الثاني يأتي برج حسن الثاني بمدينة ميدلز. هذا البرج هذا تم البناء ديالو سنة 2006، ترابيا ينتمي لإقليم ميدلز. الحوض الهيدروغرافي واد ملوية، والسعة ديالو ما شاء الله 400 مليون متر مكعب. البرج ديال حسن الثاني اللي قلنا يتواجد بميدلت، فين جا بالضبط؟ غادي نشوفو فين جا بالضبط. هان ميدلت، هاهي ميدلت، هان ميدلت، تاودودوت، ماشي تاودودوت، تحياتي للناس تاودودوت، تضموت، تضموت، هان ميدلت،
انا ميدلت تضمت. هذا هو السد، هذا هو السد. تضادت زايدة نسغيات وهلم. المهم هذا هو البراج ديال حسن الثاني بميدلت. السعة ديالو قلنا ما شاء الله 400 مليون متر مكعب. هادو معلومات عامة على السد. هادي تصورات هادي 4 سنين، هادي 6 سنين باش تصورات. وفي المركز الأول براج المنصور الذهبي بإقليم ورزازات، سنة البناء 1972، السعة ديالو سبحان الله وما شاء الله 529 مليون متر مكعب على الحوض الهيدروغرافي اللي هو واد درعا. هذا هو براج المنصور الذهبي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هادو احصائيات رامات مهمة تخش بعين الاعتبار. مثلا السد ديال تودغا هو راه داخل، راه بتيتر بيكون العاشر ولا التاسع، ولكن راه الاحصائيات ما عنديش. هادشي اللي كاين راه بارتاجيتو معكم، اتمنى انكم تعطيونا الاراء ديالكم، وما تنسوش تبارطاجوا هذا الفيديو لكي تعم الفائده. شكرا جزيلا. انا والله الا درت هذا الفيديو هذه بزاف ديال الاسئله، سواء في الصفحه عندي في الفيسبوك ولا في اليوتيوب، تيقولوا لي المصب ديال هذا الويديان هادو، المصب ديال هذا الويديان هادو غادي تجي له قتال. انني غادي ندير فيديو نقول هذا المصب ديال الويديان فين تيمشيو كاملين. شكرا جزيلا.